يلا غادي نمشيو للجو ديالنا يا عماد ديال كورونا. شوفوا واش فاهمين مزيان كورونا فيروس ولا لا. وغنبداو بهاد الو. شكون اللي كيغني هاد الاغنيه؟ كورونا باند. المغنيه سميتها كي كورونا باند؟ لا ولكن قربتي. المغنيه سميتها كورونا. كورونا جواب صحيح. سميتها كورونا اللي كتغني. برافو عليك. غنمشيو للسؤال الثاني. هاد السؤال متوجه لك. الى المغرب اليوم فيه ثلاثه ديال ليكا ديال كورونا فيروس. شهرزاد عكرو شحال عندها من كا في انستغرام؟ عندها بزاف. السؤال كنسناك تجاوب لي. عندها بزاف. شحال من كا؟ من كا عندها بزاف. شحال تقريبا؟ شوف شكون اللي قريب. شي عندها جوج. من كا في الانستغرام؟ عندها بزاف. لا بزاف. شحال يعني؟ يعجز اللسان. فكرت في السميه ديالها. جبت التليفون قلبها. لا بلاش. يلا قول شي رقم شوف شكون اللي قريب. شي 100,000. لا كثار. 140,000. شي 500 وشي حاجه. 500 زاد عندها 500,000 كا. الله يشافي. الله يشافي. الله يشافي. شي سؤال واحد اخر. الوغ نهضركم السميه ديال كورونا فيروس. واش كوفيد 18 19 ولا 20؟ واش شنو كورونا فيروس؟ كوفيد 18 19 ولا 20؟ 19. 19 جواب صحيح. حاتم إدار. شي سؤال واحد اخر. شنو الاصل منين خرجت كورونا فيروس؟ واش من ووهان ولا من بوهان؟ ووهان. ووهان ولا بوهان؟ ووهان. ووهان. وهران؟ ووهان. ووهان جواب صحيح اليوم بجوج. برافو عليك. سؤال واحد اخر. واش هذا الفيروس ديال كورونا فيروس كيتنقل من الميكرو اللي كتغنيو به؟ اهلا اكيد بيان سور. اي حاجه. جواب صحيح. برافو. إلا عندك شي قط في الدار واش يقدر يتنقل كورونا فيروس من القط اللي عندكم؟ وي 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 تماما. لا لا يقدر. جواب خطا. علاش؟ علاش؟ من المشلة. اللي عنده شي مشلة يخليها ليه. لا لا ولكن الحيوانات الاخرين يقدر. الحيوانات عندك شي مشكل مع الانف ديالك؟ وعرفتي جاني الصاد راه كنتخنق. بشوي عليك. عرفتي هكذا كندير في الطيارة كنقول صافي اللي غيوقع يوقع. يلا غادي نمشيو آخر سؤال. شكون هو في نظركم الحيوان اللي جاتو كورونا فيروس هو الاول حيوان؟ عطيتك ثلاث اختيارات. اول حيوان اللي جاتو كورونا فيروس واش الخفاش شوف سوغي ولا واحد الحيوان اللي سميتو البونغولا ولا عماد قطبي؟ الخفاش. خفاش. 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 جواب صحيح هو البونغولا. بونغولا جواب خطأ. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك بقناة شادة تي في مع تفعيل الجرس ليصلك كل ما هو جديد. مع شادة تحلى المشاهدة. شادة أول قناة فنية بالمغرب.